أعزائي المشاهدين، النهاردة هنتكلم عن الكاوتشات وإزاي نختار الكاوتش المناسب للعربية بناء على التراك. الكاوتش هو آخر حاجة بتلمس الأرض وآخر حاجة بتوصل قوة العربية وقوة الموتور لأن هي تنفس بقى، يعني الموتور خد الكهرباء من البطاريات وبعدين حركها ودها للتروس، التروس اتحكمت في السرعة بتاعت الموتور وبعدين ودتها على العجل، والعجل بيوصل للكاوتشات في الآخر، والكاوتشات هي آخر حاجة بتلمس الأرض. فالحاجة اللي بتلمس الأرض دي مهم جدا، الملمس بتاعها هيبقى مؤثر في أي حاجة العربية بتعملها. يعني مثلا لو الكاوتش زي ده، الكاوتش ده محبب أو أوف رود تاير، الكاوتش دوت مناسب للرملة، للمطرة، للأراضي اللي هي فيها نجيلة، الأراضي الخشنة. بعد الكاوتش ده عندي السوفت تاير. السوفت تاير ده هو كاوتش عادي جدا بيمط أهو، وملمسه خشن شوية، فالملمس الخشن شوية ده بيعمل جريب على الأرض. يعني إيه بيعمل جريب؟ يعني بيمسك في الأرض، بيعمل سنة مقاومة. المقاومة دي لو هي في خط مستقيم فهي هتزود السرعة، المقاومة دي لو هي في ملفات فهي هتقلل وهتبطئ اللفة. فلو أنا عندي خطوط مستقيمة فأنا هزود الجريب، يعني هجيب كاوتش مثلا زي الكاوتش ده، الكاوتش ده أرك تاير، جزء صغير جدا اللي بيلمس الأرض، والجريب بتاعه عالي، احتكاكه عالي جدا، فده هيديني سرعة عالية جدا لكن هيبطئ لي العربية في الملفات. بعد كده بنطلع بالهاردنس شوية، بيبقى عندي فيه الهارد والسوبر هارد. الهارد هو كاوتش أنعم شوية من بره، ففي سن زحلقة بسيطة وفي نفس الوقت أنشف، فالنشفان بتاعه ده بيخلي القوة بتاعت خبط العربية ما بيمتصهاش، وكل ما الهاردنس بتاع الكاوتش يزيد كل ما العربية تلف أسرع والسرعة بتاعتها في الخط المستقيم هتبقى إيه بين البنين. فعندي أعلى حاجة موجودة في التايرز، أعلى حاجة في الهاردنس هي المارون تايرز بعد السوبر هارد. المارون تايرز هي كاوتشات معمولة من أغلبها بلاستيك أصلا، أكتر من إن هي فيها كاوتش. كاوتش ناعم جدا، أكن ملمسه بلاستيك وأكن بلاستيك بتاعه بيحتك بالبلاستيك بتاع التراك، فبلاستيك في بلاستيك زحلقت السنين يا معلم. فالزحلقة دي بتعمل دريفت في العربية. تعالوا نركب التاير المارون ده. انا بحب تاير المارونز جدا، اللي هي اكتر تايرز بتبقى مناسبه للتراكات التكنيكال اللي فيها ملفات كتير زي التراك اللي موجود عندنا في الكلاب. فانا هركب الاثنين دول، لو انت عايز زيهم في نفس المقاس ميديوم مارون تاير، وفي اللارج طبعا لو انت الحجم العجل بتاعك كبير، وده الميديوم. الميديوم دوت في عندي شكلين مجرد رسمه، يعني هو الاثنين نفس المقاس، الاثنين نفس الهاردنس، الاثنين نفس المارون تاير اللي بيعمل نفس الوظيفه. ده مكتوب عليه تايوان اسيا تشالنج 2020، ده كان معمول لتحدي بتاع بطولة اسيا بتاعت سنة 2020 للسنة دي، ودي كانت معمولة لل 25th anniversary بتاعت احتفالية مرور 25 سنة. الاثنين دول من التايرز المهمة جدا والحلوة جدا للعربية. ايه اكتر مكان مناسب في العربية احط فيها التايرز؟ الاثنين قدام ولا الاثنين ورا ولا الاثنين على اليمين ولا الاثنين على الشمال؟ الاثنين على اليمين والاثنين على الشمال ده حاجة مستحيلة وما ينفعش تعمل، لان العربية هتقف على سيفها تبقى عامل زي ترانسبورتر كده. لكن انت ممكن تحطهم ورا او قدام على حسب توزيع الوزن وعلى حسب انت عايز العربية تعمل ايه وهي بتلف. في حاجة اسمها اوفر ستير واندر ستير هنتكلم عنها بعد كده في فيديو تاني، وهي علاقة الستيرنج بتاع العربية. بما ان العربيات بتاعتنا ما فيهاش ستيرنج فانا هزود في العربية دي المارون قدام بحيث يخلي الزحلقة قدام اكتر، فيبان اكن العربية بتعمل دريفت من قدام. تعالوا نركب التايرز على العربية على الكاوتشات اللي قدام. احنا بنشيل الكاوتشات لازم نشيلها بسنس رهيب، لان انت ممكن وانت بتشيل الكاوتش تتني الجنط البلاستيك، عشان كده انا احيانا بستبدل الجنط البلاستيك بجنط الومنيوم بيستحمل طبعا. طلع برضو الكاوتش، يعني الكاوتش اللي جاي مع العربية دي سوبر هارد وكاوتش حلو قوي، بس انا هحط بقى المارون قدام وهيبقى فيه سوبر هارد ورا، فالعربية هتبقى متوحشة، تبقى كده ايه لما تيجي عند الملفات العربية هتدرفت من قدام. بس ايدي كده المارون تاير ركب بكل سهولة وبكل بساطة، وكمان يعني هو شكله حلو وبيخلي العربية تلف احسن، حتى الزحلقة بقت احسن من ورا، بص ماسكة شوية في الارض لكن من قدام الزحلقة اكتر. نخلي دول بقى على جنب. بس كده العربية دي احنا هنكمل بقى شغل عليها في الفيديوهات اللي جاية، نقعد بقى نعدل فيها ونحط لها بريك ونحط لها اف ار بيز وكده، فتابعوا الفيديوهات بتاعت العربية دي عشان نخلي العربية دي عربية متوحشة. بس يلا انا كده خلصت، استنونا.